أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين. كما تشارك منظومة أمان بطرح سلع عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. فعاليات مبادرة كلنا واحد مستمرة للتخفيف عن كاهل المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري. فالمرحلة 23 من المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% في السلاسل التجارية المشاركة فيها والشوادر على مستوى الجمهورية. الشوادر موجود فيها كل حاجة، كل المستلزمات من أدوات مدرسية، من سلع أساسية، من أجهزة كهربائية، فيعني تقريبا كل اللي هيحتاجه المواطن هيبقى موجود. أنا جيت هنا المبادرة كلنا واحد جميلة جدا، وجيت فيها تلاقي السكر والرز بكميات كتيرة والزيت، والأسعار كويسة جدا عن الأسعار بره بكتير. هذه المرحلة تشهد مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1051 فرعاً على مستوى الجمهورية، فضلاً عن 4 شوادر أقامتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار، وهو ما يسهم في إتاحة وفرة كبيرة من المعروض من السلع بالتخفيضات المعلنة وبجودة عالية أشاد بها المواطنون. وجميع المنافذ والسلاسل التجارية موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنوفر كل السلع الاستراتيجيه اللي موجوده من زيت وسكر ورز، وسعداء ان احنا بنشترك في المبادره دي، وبنعرض جميع المنتجات وبكميات كبيره جدا لكل المواطنين. اي حد عايز اي بضاعه باي كميه هيلاقيها في مبادره كلنا واحد بتخفيضات تصل ل 60%. كل السلع متوفره وكل الحاجه موجوده، وكل واحد بياخد اللي هو يكفيه زياده كمان. الناس بتتكلم على الرز والسكر والحاجات دي كلها، ولقيتها متوفره بكميات وباسعار منخفضه جدا. الحمد لله كله متوفر، الزيت والشاي والرز والسكر والدقيق برضو. لقيت ان الحاجات هنا متوفره بكميات كبيره وسلع كويسه جدا، وانا حابه اشكر جدا سياده الرئيس ووزاره الداخليه على كل الحاجات المتوفره لينا دي. ولمزيد من تحقيق استفاده كبيره للمواطنين من تخفيضات كلنا واحد، وجهت الوزاره سيارات محمله بسلع غذائيه متنوعه لبيعها للمواطنين بالميادين والشوارع والمناطق الاكثر احتياجا باسعار مخفضه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. أنا كنت معدي في الشارع صدفة كده، لقيت عربيات في مبادرة كلنا واحد فيها زيت وسكر ومكرونة وسمنة ولحمة، وأسعار أحسن من بره كتير يعني. مبادرة كلنا واحد موفرة كل السلع موجودة في كل مكان، وكل حاجة متوفرة، والزيت ب 21 جنيه والحاجات كتيرة والحاجات متوفرة. كده المبادرة دي كويسة جدا جدا جدا، وكده يعتبر الأسعار نزلت. بينما تواصل منظومة أمان توفير السلع الغذائية عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعة لها على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام، إسهاما منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. وجميع منافذ منظومة أمان موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة. كما تقوم منظومة أمان بتوفير سلع غذائية بأسعار رمزية للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. كلنا واحد هي الترجمة الواقعية لمعنى تحقيق التكافل مع المواطنين، وهي انعكاس للرغبة الحقيقية لوزارة الداخلية في دعم ومساندة الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم مهما كانت التحديات والمتغيرات. هكذا تتواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد مع مد فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري. المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية
تهدف للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل تداعيات دولية تؤثر على أسعار السلع المختلفة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.